قبل كل شيء ماهوش احتجاج معناتها بالمعنى الصحيح. هو فهمتني قبل كل شيء هو رسالة شكر للسيد رئيس الجمهورية اللي هو كنت أعطى معناتها حاجة طيبة للقروان ولا فهمتني. ثم أنه هو حرك ما هو راقد ما عنده 5 6 سنين. وضع متأزم، الوضع راهو مدهور في البيت على جميع الأصعدة، صحيا فلاحيا، سفر تنمية الأولى السابقة في المصايب بالقروان، في الانتحار، في نسبة الأمية، في الفقر، في السفر تنمية. رانا فدينا بالوضع اللي في القروان، ماذا بينا نحن اللي جاي الوالي اللي جاي راهو راك شانتي كبير يلزم حلحلة المشاريع المعطلة. حال البلاد هذية ما يتصلح إلا ما تموت في بعض الأنفس، خليني ما نقولش البعض، الكثير من الأنفس لحسابات الضويقة، وأنه كل حد يغزر الخشم وكيسكي فاغانيي. فهمت أرى وقت اللي تتصلح البلاد الناس كل باش نربحوا، كل حد من بلاسته فهمت، وقفة ولمة وباش تقول شنو نحبوا نقولوا به، باش نقول ورانا الاخرانيين هذايا يعرفوه، باش نقول ورانا تعبين هذايا نعرفوه، باش معناها نقول لك حاجه، الاهم في القروان هذه انه كل حد يصلح من نفسه شويه تو تمشي الامور. احنا اعطيني المشروع هذا بتاع نحكي فيه اول مره بتاع مستشفى الملك سلمان، شنو فلوس مرسوده واللي مبنك ولا علاقه، هذا كله من المديرين العامين، للمدير العامين بتاعك وتصرف. نبدا نتعدل التعليم، المراتب الاخيره من شكون؟ من المسؤولين اللي يجيو، على فكره يجيو ويفشلوا ويروحوا بالكدوات من هنا ويعبيو من هنا، لانه احنا الله غالب المواطن القيرواني ماهوش حاسس ديجا اللمه هذه. بارك الله في اللي عملها ونظمها، لكن هذه من القروانه 30 واحد نشهد القاوي، احنا الموظفين بالك باش ناخذوا رخص ما حشنا بشيره، لكن البطاله للقروان تعيسها. حابين بوقفة اليوم نوصل ميساج للمسؤولين الموجودين تو في القروان اللي مش يجونا بعدين، راهي القروان ماهوش اول والي جاها ويخرج منها، راهو مازالت جاتها من اول من بعد الثوره الولايات اللي جونا الكل زاد عفسوا في القروان، القروان في المراتب الاخيره في كل شيء للاسف. معناها الوالي هذا صحيح راهو عقبه كبيره برشا ارتحنا منها غمه وزاحت علينا، لكن راهو مازالت الخدمه ومازال المشوار متواصل، ويلزم نوصل ميساج للسلطات الكل والمسؤولين الكل راهو اللي مش يخدم راهو مش رانا مش تتبدل معانا الطريقه، مش تتبدل وراهو مش تولى حركات احتجاجيه. الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.